جاء في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وفتح له باب السماء الدنيا ودخل صحبة جبرائيل عليه السلام رأى آدم عليه السلام فسلم عليه فقال له آدم عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ورأى عن يمين آدم عليه السلام أسودا يعني ظل جهام وعن يساره أسودا وأن آدم عليه السلام إذا التفت يمينه ضحك وإذا التفت شماله بكى فقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا أبوك آدم عليه السلام. قال ما هذه الأسودة عن يمينه وشماله؟ قال هؤلاء الذين عن يمينه نسموا بنيه من أهل الجنة وهؤلاء الذين عن شماله نسموا بنيه يعني أرواح بنيه من أهل النار. فإذا نظر يمينه ضحك يعني يزر ذلك وإذا نظر شماله بكى يحزنه ذلك عليه السلام. فدل ذلك على التحديد أنهم معلومون عند الله جل وعلا أهل الجنة من أهل النار وأن أهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة وأن أهل النار يعملون بعمل أهل النار وأن أهل الجنة يستوجبون الجنة فضلا من الله ورحمة وأن أهل النار يستوجبون النار عدلا من الله وحكمة. هذا كله أمر فرغ منه وغيب هذا عن المكلفين حتى لا يحتج مجادل بالجبر يقول جبرت على هذا. من اللي قال لك جبرت؟ أنت تدري وش القدر؟ أنت أمرت بالشرع فإن امتثلت فلك وإن خالفت فعليك ولا تسأل إلا عن ذلك ما تسأل عن قدر السابق وإنما تسأل عن العمل اللاحق وتجزى على وفقه يوم القيامة. فاستقم كما أمرت استقيموا إليه واستغفروه.